بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أقدم لكم أداة صغيرة لجلب كل ملفات الضائعة والتي لا تدري بعد أين وضعتها، يعني مكان تواجدها على القرص الصلب. هذه الأداة ليست لجلب الملفات التي قمت بحذفها، وإنما الملفات الضائعة. إذا أداة صغيرة جدا، فقط 333 كيلو بايت أو في حدود 334. أداة رائعة جدا، سريعة في جلب أي ملف. إذا أول شيء نذهب إلى موقع تحميل الأداة، هذا هو الموقع كما تلاحظون voidtools.com. رابط الموقع وكالعادة تجدونه أسفل الفيديو إن شاء الله. هذا هو اسم أداة Everything Search Engine، وهذه هي الأنظمة التي تشتغل عليها الأداة: ويندوز 2000، إكس بي 2003، فيستا 2008، والويندوز 7. فقط نضغط هنا على هذا الخيار الأول Everything للتحميل، ثم نضغط دماغي أو ستارت. أداة صغيرة كما تلاحظون في حدود 334 كيلو بايت. إذن بعد الانتهاء Open أو Ouvrir، ثم الطريقة العادية Next. إذن أنا أريدها ظاهرة على سطح المكتب، لذلك أضغط Desktop Shortcut، ولا أريدها أن تشتغل مع بداية شغل النظام أو إقلاع النظام، لذلك أزيلها من هنا. وأيضا أريدها أن تشتغل بسرعة، لذلك Quick Launch Shortcut، ثم اضغط next، ايضا انستال، ثم فينيش. تلاحظون سرعة عالية في التثبيت، ايضا في التحميل. اداة خفيفة، هذه هي ايقونة الاداة كما تلاحظون، وهذه هي الاداة بعد فتحها. فقط تكتب اسم الملف الذي تريد البحث عنه، مثلا اكتب كاستم كما تلاحظون، اعطاني جميع الملفات التي توجد فيها كلمة كاستم والتي تبدأ بحرف سي. أنا مثلا كنت أريد أن أكتب Custom Background، هذا الملف موجود فيه بعض الخلفيات التي قمت بتعديلها كما تلاحظون. إذا نكتب بحث آخر مثلا Programs، فقط بمجرد أن تكتب الحرف الأول يقوم بالبحث كما تلاحظون. أعطاني هنا كل الملفات التي تحتوي على اسم Program. أيضا يمكنكم من خلال الأداة البحث أيضا باللغة العربية، فقط تكتب الحرف الذي تشاء ونشوف لام لا كما تلاحظون، أعطاني هنا الملفات التي تبدأ بحرف لا. لسان سيرك الله أن هذا الملف كنت نسيت أنه أصلا موجود. ثم أكتب مثلا حرف آخر الشين كما تلاحظون، ليس شرطا أن يكون الحرف الأول للكلمة، فهنا الشين ليس الحرف الأول في هذه الملفات جميعها، لكن مع ذلك أظهر جميع الملفات التي تحتوي على حرف الشين. شغله بطريقة عادية، هذه إحدى أنشودات الشيخ راشد العفاسي. إذا هذا كل شيء، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.